البحرية الروسية تصل الشواطئ المصرية بشكل مفاجئ. ماذا يحدث في شرق البحر المتوسط؟ وما هي سبب الزيارة؟ وما هي أبرز القطع العسكرية الروسية التي وصلت لشواطئ مصر؟ وما هي الدلالات السياسية والعسكرية لهذا التحرك الروسي؟ ولماذا تغضب القاهرة الغرب في هذا التوقيت وبهذا الشكل العلني؟ بشكل مفاجئ أعلنت مصر وروسيا إطلاق أكبر مناورات بحرية ثنائية بين البلدين في تاريخ العلاقات بين القاهرة وموسكو. وبحسب البيان الروسي، قامت مفرزة من السفن مكونة من طراد الحرس الصاروخي فرياج والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف بزيارة مقررة إلى ميناء الأسكندرية في مصر. الحقيقة المناورة دي في غاية الأهمية، سواء في توقيتها أو طبيعتها ودلالتها السياسية والعسكرية، خصوصا لما تتعرف على أهم القطع الروسية المشاركة فيها. القطعة الأولى المهمة الطراد الروسي فرياج، ودي أحد أكبر القطع البحرية في الأسطول الروسي، وبتكمن أهميتها إنها مزودة بصواريخ كانجال الفرط صوتية بعيدة المدى، وهذه الصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس نووية بيصل مداها لأكثر من 4500 كيلومتر. أما القطعة الثانية المهمة فهي الفرقاطة المارشال شابوشكينوف المزودة بمروحية على سطحها والقدرة على الإنزال البرمائي. من خلال ربط مواصفات القطع البحرية دي وما ذكرناه في حلقة سابقة عن اهتمام مصر بتطوير قدرات بحريتها بامتلاك القدرة على الإنزال البرمائي وقدرة التعبئة الاستراتيجية للقوات خارج الحدود، بمعنى القدرة على الحرب والسيطرة على السواحل خارج حدود الدولة المصرية وفي دوائر الأمن القومي المصري البعيد، لأن حماية الأمن القومي النهاردة لم يعد فقط بحماية الحدود، ولكن أيضا قد يستدعي في أي لحظة عملية عسكرية خارج الحدود في دوائر الأمن القومي المختلفة. ومن هنا تعرف على طول أن التدريب ده هدفه العسكري الأول هو تعزيز قدرات البحرية المصرية على خوض الحروب خارج حدودها. مصر قبل 2014 ما كانش عندها القدرة دي، وكان الجيش المصري جيش دفاع ممتاز، ولكن بعد امتلاك مصر لحاملات الطائرات مسترال فهي ليست مجرد حاملات للطائرات، وإنما قاطرة لتنفيذ الهجمات البرمائية في سواحل المنطقة لقدرتها على حمل حوالي 1000 مقاتل بكامل تجهيزاتهم القتالية والإعاشية بما فيها العشرات من الدبابات والمدرعات ووحدات الدفاع الجوي المتحركة والمدافع ذاتية الحركة، كل ده على متن الحاملة لمدة بقائية وإعاشية عالية. وده كان يلزمه قطعة بحرية جديدة لحمايتها تضاهي الأساطيل الكبرى، لأنه لو البحرية المصرية مش بنفس قوة البحرية الروسية ما كانش التدريب ده تم من الأساس. فالبحرية الروسية مش هتعمل معاك تدريب إلا لو أنت بتطاهيها بنفس القدرة والقوة والإمكانيات. يعني مثلا من أبرز القطع المصرية المشاركة في التدريب الفرقاطة القدير من طراز ميك 200 الألمانية، وأختها الجبار المصنعة محليا في ترسانة الإسكندرية، وهي فرقاطة متعددة المهام ومزودة بمنصات صواريخ دفاع جوي وسطح سطح وسطح عمق، والفرقاطات فريم أكاتين المعززة على اصطياد الغواصات، والفرقاطة فريم برجميني المعززة على الدفاع الجوي وإطلاق الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وكلهم بيكونوا ضمن القطع البحرية المرافقة لحاملات الطائرات المصرية. من هنا نفهم أهمية التدريب العسكري ده، إنه لتعزيز قدرات البحرية المصرية ورفع كفاءة القوات في مهام الإنزال البرمائي والسيطرة على المدن والبلدات الساحلية المعادية ومعارك السواحل والثغور. ده الجانب العسكري التكتيكي من المناورة. أما الجانب السياسي فبيأتي في توقيت حساس للغاية في ظل اشتعال الإقليم من ناحية واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية تانية، وأيضا استمرار العقوبات الغربية على روسيا. هل تعرف معنى أن تقدم مصر على مناورة عسكرية مع روسيا في زمن الحرب الأوكرانية؟ إزاي نفهم السياسة المصرية؟ وهل في خطر على الدولة المصرية بعد الإعلان ده؟ للأسف ما زال البعض بيسأل، هو مصر مع روسيا وعاملة نفسها مع أمريكا، ولا مع أمريكا وعاملة نفسها مع روسيا؟ للأسف برضو لسه البعض بيلعب حادي بادي بين أمريكا وبين روسيا، وفاكر إن السياسة الدولية بتدار بطريقة السبعينيات. البعض لسه عقليته بتعود إلى سنوات الحرب الباردة، وفاكر إنه لازم نطلع كرنية عضوية في واحد من المعسكرين، يا المعسكر الشرقي يا المعسكر الغربي. عشان كده لازم التوضيح. أولا مصر قرارها الوطني هو قرار مستقل لا يخضع لأي إملاءات لا من الشرق أو الغرب، وده كان بسبب ثورة الشعب في 30 يونيو اللي كانت في الأساس ثورة على المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير. من وقتها وصنع القرار المصري استثمر في الإرادة الشعبية المصرية
وتوجه للصين وروسيا وحتى الهند والنمور الاقتصادية والأسيوية زي كوريا الجنوبية، ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لنفس مستوى العلاقات مع أمريكا، بالإضافة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا وحتى إيطاليا، ثم شرق المتوسط وغرب البلقان وأوروبا الوسطى. من الآخر، زمن إنك تعتمد على أمريكا أو روسيا ده زمن انتهى، وإنت بطلت تعتمد على حد، إنت شريك، شريك الكل في مصالح اقتصادية مشتركة، مفيش حاجة اسمها تساعدني أو تضرني، أو حتى مصالح سياسية وعسكرية مشتركة وبس، لا، في كمان مصالح اقتصادية، بحيث حرب بين الأمريكان والروس بالوكالة أو بشكل مباشر حتى، أنا أبقى مش مسؤول أدفع فواتير هزيمة أي طرف فيهم، أو حتى فواتير انتصار أي طرف فيهم، أنا مش تابع، أنا شريك، أنا لاعب في الملعب زيك، أنا قطب إقليمي في حد ذاته. مصر بتعمل مناورات عسكرية سنوية مع الكل بلا استثناء، مواعيد ثابتة ومنتظمة، لا يستطيع طرف منعنا منها مع الطرف الآخر، أو يستطيع طرف الامتناع هو عنها لأهمية دورنا ومحورية تأثيرنا. مفيش حاجة اسمها أصل العلاقات الدبلوماسية اتوترت أو في علاقات اتحسنت مع دولة تانية فأنا مضطر أخفض العلاقات مع الدولة الأولى. مفيش الكلام ده إلا مع الدول التابعة اللي بتقبل إملاءات وضعفها أجبرها إنها تبقى مع طرف ضد طرف. اللي حصل مع مصر ملوش تفسير غير إنه علامة قوة، إنه العالم أجمع بيعاقب من يتعامل مع روسيا، وإنت بتشارك الجيش الروسي في مناورة عسكرية وبشكل علني، بتدعم وتقوي الجيش الروسي في وسط حرب الأوكرانية ضد الكتلة الغربية، سواء أمريكا أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو وحتى دول الكتلة الشرقية سابقة اللي بقوا في جعبة الغرب زي أوكرانيا وبولندا. ومع كده انت واقف على رجليك ومش بتتهدد ولا المناورات دي بتعمل لك مشاكل. هي دي سياسة مصر، سياسة دولة صاحبة سيادة، دولة ذات قرار وطني مستقل، قطب إقليمي ودولي في حد ذاته. ومن هنا نفهم رسائل المناورة السياسية والعسكرية، هي تأكيد على استقلالية القرار الوطني المصري، وتأكيد على جاهزية القوات المسلحة المصرية وخصوصا البحرية على التصدي لكافة أنواع التهديدات للأمن القومي المصري والمصالح المصرية حتى لو من خارج حدودنا، ورسالة ردع جديدة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات الشعب المصري العظيم، بأننا نمتلك قوة ضاربة في البحر والبر والجو. رفض الشعب المصري والجيش المصري في 2013 إلى اليوم أن تكون أرضه ملعب للحروب الباردة والعالمية، فاستحق اليوم أن يكون لاعب أساسي في المسرح الدولي. حفظ الله مصر من كل سوء وأعلى من شأنها، وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.